يرن. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ كي داير؟ الحمد لله. صافا لاباس عليك؟ محمد كل شي مزيان؟ وي اش كضحك؟ هذا صافا حرقة عيط لك حقا. راجل راجل دابا كثر ما كيصونيو، كثر ما كيصونيو البنات، ما كيخليوش الرجال يتنفسوا. والله هذه من علاش في عام هذا كنعيط والو ما كاينش. ايوا مرحبا بك، نهار كبير هذا. شنو؟ قلت له واحد البنت يعني ممتازة. بغيتي تتزوج بيها ولا شنو؟ وضروري يا انا معاك يا شهر 10. شهر 10؟ شهر 10 هذا. وانا بقى والو، يلا شنو سميتك واش مدينة وشحال في عمرك؟ انا سميتي خالد ومتك في طنجة، من كذا في طنجة. شحال في عمرك يا خالد؟ في عمري 31. ايوه هي شنو سميتها؟ هي سميتها أميمة. إذا بغيتو نديرو خطاب طابع كتبوا لي خطاب طابع. أميمة منين؟ طنجة. شحال في عمرها؟ 20. 20، شحال انت وياها مع بعضياتكم يا خالد؟ تقريبا دابا شي 3 شهور. 3 شهور، وشنو نوع العلاقة اللي بينك وبينها؟ علاقة بحسها. ما خاطبها ما والو. لا انا قلت لك شهر 10 ما عرفتش. اوكي. ناري اخويا شهر 10 غيخطبها، بقى ليها شهر. يا ربحي يا دبحارة لي النمرة ديالها 06. هي سهلة ولا صعيبة شوية ولا؟ سهلة أراني ندير الخط طابع الخوت أراني النمرة 06 زيد شحال؟ زيد زيد هي باقا فايقة ياك؟ شنو بلاصة شنو بلاصة فين ساكنة في طنجة؟ شنو بلاصة فين ساكنة في طنجة؟ واحد بلاصة سربي قلت لك بقى في قدرات انا وياك. شنو من بلاصة شنو من بلاصة فين ساكنة في طنجة هي؟ مغوغة. غوغة؟ مغوغة. مغوغة صافي اسكت. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معك؟ أميمة. اهلا وسهلا، مساء النور. صافا أميمة لاباس عليك؟ كتسمعيني؟ ياك ما في اختك من الناس؟ لا ايوا مزيان، كنعتذر ليك احسن من صوتي ديك شي وقيته ماشي هذيك، نقطعتها نعاود نصوني عليك. لا ماشي ايوا مزيان، صافا بعدا لاباس عليك؟ كي دايرين الدار؟ العائلة كلشي على خير؟ مالك زربانة تعرفي شكون اللي معاك؟ خصك تعرفيني من خلال الصوت ديالي. ها؟ لا لا ما نديش عليك. ايوا صافا كلشي مزيان؟ صافا بخير الحمد لله. اش كتعاودي؟ كلشي على خير؟ لاباس الحمد لله. مفوجة شوية، كي دايرين العائلة ديالكم لاباس؟ بخير الحمد لله، كلشي لاباس. مزيان مزيان، نهار كبير هذا، عرفتي مدة ما هضرناش، كانت مشات لي النيميرو ديالك، مع كانت بدلت التليفون على حساب الخدمة، ويلا درت هاد النمرة هادي جديدة، ولكن دابا انتي خاصك تعرفيني من الصوت ديالي. اوف كورس كنعرفك وكتعرفيني، عزيزة عليك بزاف وحتى انت عزيزة عليا وبزاف. ها نعم ما عرفتينيش. انا نفكرك. اوف كورس ماشي غريب عليك، شحال مره نعسي عليك كاع على الصوت زعما. نفكرك؟ شو انا نفكرك واحد شويه. 4444. اه 4444 عقلت عليها. جمال. نعم اكسبت جمال. برافو عليك. بس عرفتيني. هاتي شحال علاش ما شحال ديما سولتي فيا؟ الا ما سولتش انا زعما ما تسوليش. انا كنت في الواتساب كان شادي. ايوا شتي نتقلق منك ولا بلاش؟ اه شنو؟ انا صبحي كان الواتساب شادي فهمتي، كنت فورمات التليفون. اها كان الواتساب شادي كان دايما ديالك
ايوا ملي رجعت ملي رجعت التليفون ملي رجعت لك النمره ديالي ماشي مشكل ما عندك كملي وهاني هاني دخل دابا حتى انا كنت سافرت واحد شويه والجرا والخدمه راك عارفه حيت توحشتك انتي ما توحشتينيش انتي ما توحشتينيش وحشتك صراحه ديما كنت في بالي زعما ما نسيتينيش الله ما نسيتينيش يا زعما ايوا سبحان الله دائما دائما زعما لا لا خطيك عليا الزين ديالي اي واش كتعاودي كاين شي جديد ولا نديروه زعما كاين حتى حاجه والله الا ما كاينش القليب باقي كيتسناني زعما خاوي دابا صبحتي زعما قولي لي تلقاي ما احسن مني بصراحه لا ايوا شتي يو خصنا نديرو شي شي تبارك والله الا صافا الحمد لله كلشي لاباس الله يحفظك وين يجيك امك دايره ليها بصح الحمد لله كلشي بخير خصنا نديرو شي بروغرام انا وياك شنو بالك دابا ما ماشي دابا زعما هاد نديرو لي شي بروغرام شي ويكاند شي حاجه بحال هكا ان شاء الله تنعني في المغرب لا لا دابا راني راه ما كاينش في المغرب ولكن هاد النمره مخدمه انترناسيونال غادي نجي جو بونس عندي شي 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 ارض خصني نبيعها تما غادي نجي في الاول ولا في الوسط ديال شهر 10 ولا بغيتي نديرو شي سفاري انا وياك شي سيمانه ولا هذا اش بالك امين الزين ديالي شنو بالك انا على الواتساب اه وي فيها حتى الواتساب فيها حتى الواتساب شنو بالك قولي لي اش من كولور كيعجبك في التليفونات شنو اش من كولور كيعجبك في التليفونات زعما اش من كولور كيعجبك في التليفونات الجولد خارج دابا واحد الايفون غير خرج 14 وبغيت نجيب لك معايا واحد كاين واحد خارج دابا في بحال السيلفر هو غوز ما عقلش داك اللون شنو السميه ديالو ياك انت كتبغي الكولور ديال البنات ولا ما عندكش مشكل لا ما عنديش مشكل كيف ما ايوا صافي ياك ما تخصك شي حاجه اخرى نجيبها لك معايا شي حاجه تخص لا فامي ديالك اوكي ايوا خصك تشوفي الوقت اللي غادي يكون صالح لك باش نديرو شي بروغرام زوين ان شاء الله ماشي غنتلاقاو حنا خصنا نسافروا بلا نمشيو شي دو جوغ ولا 3 جوغ نخويو خرجوا مشيو للحسيمه ولا شي بلاصه سعيديه شي حاجه بحال هكا بغيت فهمتي بغيت شي بلاصه كالم نرتاح اوكي ولكن انا ما قدرتش نسافر ماشي مشكل نمشيو ونرجعوا اوكي بيبي خليك معايا ما تقطعيش خليك واخا خليك ما تقطعيش نشوف واحد الميساج اشهد ان لا اله الا الله خالد يا اخي صدمتيني إن لله ودي أحمد سلمى كنشوفك سلمى حبيبة ألو كتسمعينا بيبي أنا هاكي شوفي واحد سيربريز زوين واحد مفاجأة هاكي هضري إلا مفاجأة ديرا جات أبل من هولندا هضر أميمة أنا كنسمعك هاكي هضري قبل بقى عندك ويا راك يهضر معاك هضري الو كنهضر معاك أنا كنهضر معاك أميمة أنا خالد
عارفين تاعك اللي يقول لي كان بغيك تينا حبيبي انت ما عرفتش مني تاعك تاعك عليها هاد انت عارف واحد سميته عامد انا عمك ما عمك حيت من بالك كامل 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 مرتها 59 في الاول ياك هي هذيك خوت كان يخطب فهادش كان يخطب كان يخطب فهاد الشهر اللي جاي وي دونك انا ما كنعرفش بلي غادي كنت نعرف هذا الحي يا كاس هضر مع كامل سي زعما اختي عزيز انا واش يخطروك في الشهر الجاي زعما ما ما قد والله العظيم اخي انا كنت ناوي نخطرو وي عارف من عائلتنا عارف انا كنهضر معاك بالويدا ديالي كلشي كطوموبيل اخي معاك الله يصبرك الله يصبرك اخويا شكرا اخي بزاف والله العظيم بلاتنا دخلنا هذا الوقت شكرا بزاف سير اخويا الله يدير لك شي تاوي سلام اخويا محمد الو بيبي تعال عليا بيبي لا بنقول يا الله ونعم الوكيل الشيخ خوت الله ما كيفرح الناس اللي جات معنا في اللايف لاول مره يدخلوا وركوا على السميه ديال السي محمد السريه الفوق وديروا فولو باش يفوا فتح اللايف يطلع لكم هادشي ما تيبشرش بالخير الوضع رولاكس اللي عنده شي بركابي ولا عنده شي بنت الناس تفابي الدوش اللي راه القضيه ولات صعيبه انا نقول لكم بقى فيا البوفري مسكين دابا حق الله بزاف الناس كنعرفهم ما كاين ما كيعرفوش يهضروا مع البنات وهذا كتكون باغي على المعقول كيجي شي واحد كيبيع لها الهضره بحال شي كيوكل كذاب كيعطي عليها الطماعه شوف هذا دابا هضرت معاها بدات السيدة باغا تلاقى معايا وامك يامك ضرب الشيشه وصبح منك حسبي الله ونعم الوكيل